مساء الخير لجميع المشاهدين. نهار اليوم سالت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، تكاثرت كمية من الغيوم الركامية الرعدية في المرتفعات الجنوبية الغربية وهطلت زخات رعدية من الأمطار. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور يكون الطقس غالبا صافي مع 26 درجة مئوية، الملموسة أو المشعور فيها المحسوس فيها هي 25 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة أما الرياح تكون خفيفة السرعة، بالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء صافية وحارة نسبيا، مسكاكة 35 إلى 25، نفس الحرارة والأجواء في عرعر ونفس الحرارة والأجواء أيضا في منطقة تبوك، حيث يكون الطقس حار نسبيا ومستقر بشكل عام. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس صافي 40 إلى 27، جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة طقس صافي 39 إلى 26، والطائف زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر مع 30 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام، زخات رعدية من الأمطار، أبها 26 إلى 16، والباحة 25 إلى 15، وجازان 36 إلى 30 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي. المنطقة الشرقية الدمام طقس صافي 38 إلى 27، حفر الباطن 39 إلى 25، الإحساء طقس حار 43 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 39 إلى 26، بريدة 37 إلى 22، وحائل طقس صافي 34 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.